السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم سعادة وهنا ويا رب دايما كده متجمعين مع بعض في الخير وعلى خير وزايدين دايما دايما ومش ناقصين. النهاردة اليوم كان حزين جدا. مين فينا ما بيحب الشيف أسامة السيد؟ مين فينا ما طلعش اتفرج على حلقاته ووصفاته ورقيه وأخلاقه؟ كلنا لنا ذكريات جميلة مع أول شيف عمل برنامج تلفزيوني. الشيف أسامة بصراحة كان فعلا سفير للمواطن المصري، سفير بكل ما تحمله الكلمة من أخلاق ورقي وتواضع، حاجات كتيرة جدا جدا. فبصراحة يعني النهاردة احنا بنعزي انفسنا وبنعزي كل محبيه، ربنا يرحمه ويغفر له ان شاء الله بإذن الله ويسكنه فسيح جناته ويلهم كل ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. والحمد لله على كل حال. بينا بقى نبدأ حلقتنا النهاردة، وحلقتنا النهاردة عن التمر أو البلح الأسود الرطب. مين فينا بيحبوش؟ بصراحة أعتقد أن كل الناس بتحب البلح الأسود، خاصة سهل في أكله، سهل في تقشيره، سهل في هضمه، له فوائد كتيرة جدا جدا متعددة إن شاء الله هنقولها طول الحلقة. فبصراحة من الحاجات المميزة جدا، الغني جدا بالعناصر الغذائية المختلفة. كمان في أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص التمر. ففي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله. يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله. كررها مرتين أو ثلاثة. ده عن صحيح مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتخيلين بيت ما فيهوش تمر اهله جعانين مهما كان عندهم. فده دليل على اهميه التمر في بيوتنا ولينا ولصحتنا. كمان عن سيدنا سعد بن ابي وقاص ان النبي قال: من تصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قد ايه واصل التمر معانا لمرحلة ان كمان يعني بيقي من السم والسحر. من تصبح بسبع تمرات كل يوم الصبح ياكل سبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم لا سم ولا سحر. فقد ايه بقى فوائد التمر؟ علشان كده حلقتنا النهاردة من اولها لاخرها وصفات عن التمر وبس. فتعالوا بينا نبدأ حلقتنا ونسمي بسم الله. ما تنسوش معانا الأرقام اللي تقدروا تتواصلوا بينا من خلالها طول الحلقة من أي تليفون أرضي على 0900 900 والموبايل على 2600، وفي انتظار مكالماتكم. بينا نبدأ حلقتنا، وأول حاجة معانا النهاردة هنعمل مربى التمر. أيوة، لو لسه ما جربتهاش قبل كده فهي حلوة جدا جدا ومغذية جدا للولاد، وهتبقى جاهزة عندك في التلاجة تعملي بيها سندوتشات المدرسة. بينا نشوف مقاديرها هتكون عبارة عن إيه. عندنا النهاردة المربى هنحتاج كيلو من التمر أو كيلو من البلح الرطب، هنغسله نقشره ونشيل النوايا ونوزن كيلو. بعد التقشير ونزع النوى هنوزن كيلو صافي. هنحتاج للكيلو كوباية سكر، نص كوباية زبيب، ده اختياري، الزبيب اختياري. هنحتاج معلقتين كبار من السمسم، معلقة كبيرة عصير ليمون، نص كوباية مية، عود قرفة خشب، واربع حبات قرنفل صحيح. دي كده مقادير المربى بتاعتنا. تعالوا نشوف بقى طريقه التحضير. وطريقه التحضير ولا اسهل من كده. هبتدي نجيب حل اكبر. خلينا دايما في المربات والحاجات اللي فيها سكر وكده، خلينا نتعامل في حاجه اغوط شويه علشان ما تبهدلش معانا البوتاجاز. بدايه كده هنحط حل على النار. الحله دي هاخد فيها السكر، زي ما قلنا كيلو البلح الصافي بياخد كوباية سكر. وملاحظين هنا غير أي مربى تانية، يعني عامة في المربات أو أغلب الفواكه بناخد كيلو صافي قصاده كيلو سكر لو إحنا عايزين سكرها كتير، أو كيلو لربع. أما معانا النهاردة فيعتبر الكيلو قصاده ربع كيلو بس سكر، لأن التمر بيحتوي على نسبة عالية جدا جدا من السكر. بس السكر اللي فيه بقى مفيد، حتى مرضى السكر يقدروا ياكلوه وهم أمنين. تعالوا بينا بقى، حطينا السكر، نحط
اكيد طبعا بكميات معتدله، اكيد كل حاجه في اعتدالها كويس جدا. حطينا كوبايه سكر، نص كوبايه ميه، وهسيب السكر يغلي. وهو بيغلي كده تعالوا نحط له المنكهات اللي معانا النهارده، وهي عباره عن عود من القرنفل واربع حبات من القرنفل، يبقى عود قرفه واربع حبات من القرنفل. هسيب الخليط يغلي مع بعضه والسكر كده يدوب مع نص كوبايه الميه اللي احنا حطيناها، علشان ابدا احط الرطب البلح الاسود اللي معانا. زي ما اتفقنا بنغسل البلح وهو سليم طبعا، نغسله كويس، هنصفيه، هنبتدي ناخده ونقشره وننزع النوايا منه، وبعد كده نوزنه كيلو صافي، وابتدي اعاير بعد كده السكر. زي ما انتم شايفين اهم حاجه بقى في اختيار البلح انك انت تجيبيه نظيف، ما يكونش فيه، في انواع بتتباع في السوق بقى حاطين لها خل علشان يعجل بتسويته، فبيبقى طعم الخل واضح معانا جدا وبيخلي الطعم مش حلو خالص، وبيغير معانا اي وصفه بنعملها بيه. فضروري نشتري من حد كويس، التمر يكون مستوي فعلا زي ما بنقول كده، ايه، مستوي طبيعي، مش محطوط له اي ماده علشان يستوي، فطعمه هيبقى لذيذ وما يكونش خسران طبعا ولا في اي نسبه حموضه. تعالوا بينا بقى ناخد التمر ونشوف اخبار السكر مع الميه على النار. غليه خلاص والسكر بدا خلاص اهو يدوب تماما، مجرد ما غلي كده الدنيا تمام. بينا ننزل بقى بالبلح، بسم الله الرحمن الرحيم، ونسيبه بقى على النار زي اي مربى يستوي ويتسبك مع السكر. هايل، الله، ريحه القرنفل والقرفه طالعين هايلين جدا. ناخد تليفون مع بعض. مين؟ ايه. الو يا ايه. ازيك يا شيف فاطمه؟ اهلا وسهلا، ازيك يا ايه، اخبارك؟ تمام الحمد لله. والله منوراني يا روحي، ده نورك. ميرسي يا حبيبه قلبي. عايزه اسالك على ايس كريم بالمانجا. ايس كريم بالمانجا، حاضر، عينينا. نزل لك المقادير على طول يا ايه، نورتينا نورتينا يا روح قلبي. يلا الحقي اعملي ايس كريم المانجا عشان المانجا خلاص بتودع معانا. يبقى احنا في البدايه حطينا السكر، حطينا عليه دي كوبايه سكر، حطينا عليها نص كوبايه ميه، حطينا القرنفل والقرفه، حطيناهم كلهم على النار، غلي كويس مع بعض والسكر داب. حطيت البلح اللي مغسول ومتقشر ومنزوع النوى، وسبناهم بقى مع بعض عشان يبتدي يغلي، يبتدي البلح يستوي، ويبتدي كمان السكر ده يتسبك والدنيا تبقى زي الفل. هنا بقى عندي اضافه اختياريه وهي الزبيب. لو متاح عندك انك انت تحطي زبيب حطيه، هنزود كده ونرفع مع بعض القيمه الغذائيه للمربى ونخلي طعمها كمان حلو جدا. فانا هحط الزبيب عشان كمان يستوي مع البلح. عايزاكم تتخيلوا بقى طعم المربى الجميل ده، ولما تعملوا بقى سندوتشات للولاد في المدرسة هيبقى هايل جدا جدا، يديهم كده طاقة يقدروا يكملوا يومهم في المدرسة. احنا كده تمام وزي الفل. تغلي كويس قوي المربى ونهدي النار عليها، وتقليبها من وقت للتاني عشان ما تلزقش في الحلة وتشيط مننا. هيبقى فاضل معانا مكونين لسه ما ضفناهمش، وهو السمسم وعصير الليمون. عصير الليمون ده بنحطه في اخر غلوتين في المربى علشان تتسبك معانا، والسمسم ده في الاخر كده كتزيين بيخلي شكل المربى حلو. بس لو عندك اي نوع مكسرات تقدري تضيفيه بدل السمسم براحتك خالص، انا اخترت السمسم النهارده علشان يعتبر متوفر وموجود عندنا في البيت على طول. كده خلاص هنسيب المربى بتاعتنا تستوي وتتسبك مع بعض على بال ما نعمل حاجه ثانيه. وتعالوا بينا نعمل حلى لذيذ وسهل جدا هيعجب الولاد قوي. هنعمل مع بعض مهلبيه، كل الاطفال صغيرين وكبار بيحبوا المهلبيه لانها سهله الاكل ولذيذه جدا. النهارده هنعملها بالتمر، يعني هناخد فايده اللبن وفايده التمر كمان، فمتخيلين الدنيا هتبقى حلوه جدا. يلا بينا نشوف المقادير. عندنا ايه بقى؟ عندي كوبايه من يعني حوالي ربع كيلو كده من التمر اللي مغسول طبعا برده ومنزوع القشر والنوى، 3 كوبايات حليب، 3 معالق كبار من العسل الابيض، ولو ما فيش عسل ابيض نقدر نستخدم بديله السكر، 3 معالق كبار من كريم شانتيه الخام البودر، و4 معالق كبار من النشا. هنحتاج كمان رشه من القرفه البودر او الفانيليا، ده اختياري ليكي بتحبيها بنكهه ايه، بس القرفه معاه هتديله نتيجه وريحه وطعم حلوين قوي. هنجيب مع بعض بقى الخلاط. براحتكم.
يعني هنطلع دلوقتي على طول ولا لسه قدامنا شوية؟ خلاص هنحط الحاجة في الخلاط على طول ما تقلقش. يلا بينا. بصوا موضوع المهلبية سهل جدا جدا. هناخد الحليب زي ما اتفقنا، دول 3 كوبايات كده من الحليب. هنضيف عليهم كوباية من التمر، ربع كيلو من التمر اللي احنا غسلينه وشايلين قشره وكمان النوايا بتاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة بقى مستخدمين خلاط تورنيدو 800 واط، الجسم بتاعه كله من الستانلس، كمان الدورق بتاعه زجاج بيتحمل الحرارة، تمام، حوالي لتر و 750، يعني ما شاء الله حجمه كبير. ميزه الدورق اللي هو الزجاج الحراري ده ان هو تقدري تعملي فيه حاجات ساقعه، وتقدري تعملي فيه تضربي فيه حاجات سخنه زي العدس مثلا، الدنيا ابتدت تبرد وتمطر، فعلى طول شوربه العدس ما تقلقيش لو عملتها وهي لسه مش بارده كفايه، فهيديكي نتيجه هايله جدا، بيتحمل كويس قوي قوي. كمان في زرار هنا لجرش التلج، لو انت بتعملي اي عصاير سموزي هتلاقيها بتجرش معاكي التلج بكل سهوله. في كمان زرار للبلصات لو انت حابه تستخدمي او تعملي عصاير اللي هي نص ضربه. كمان في سرعات متعدده و5 سرعات، وما شاء الله يعني بصراحة قوي. احنا مجربينه معاكم كتير او بنشتغل بيه على طول على الهوا، وبشتغل بيه في البيت، فبصراحة مميز جدا جدا، ومن الحاجات اللي فعلا ما نستغناش عنها ابدا في المطبخ. حطينا الحليب، حطينا التمر، هحط بقى الكريم شانتيه الخام، هحط النشا كمان. الموضوع سهل جدا، موضوع المهلبية تعمليها في 5 دقايق بالظبط. واحط العسل الابيض، وده بديل للسكر. انا عايزه الموضوع كله يبقى ايه، لذيذ كده ومغذي قوي، بس لو ما عنديش عسل ابيض حطي سكر وما تكتريش، لان زي ما اتفقنا ان التمر او البلح الاسود غني جدا بالسكريات. بالظبط كده. هنحط كمان القرفه رشه، وزي ما قلت لك لو حبها بطعم الفانيليا فهنحط فانيليا. هنبتدي بقى نشغل الخلاط بتاعنا ونضرب المكونات دي مع بعض كويس جدا جدا. هضرب انا العصير، او مش العصير بقى، المهلبيه بتاعتنا في الخلاط، بس احنا هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع نشوف هنعمل فيها ايه تاني. اوعى تروحوا في اي حته، مستنياكم. تاني وكنا عملنا مع بعض مربة البلح الاسود وعلى النار وبتتسبك، تعالوا نقلبها تقليبة. شايفين الجمال؟ بصوا ما شاء الله بدأ خلاص السكر يتسبك، فأنا محتاجة دلوقتي إن أنا أحط عصير الليمون، مش تاخد منك وقت خالص. ونقلب سيبها بس 2 دقايق كمان وهتكون جاهزة معانا. البلح كمان طري خالص وده المطلوب. كمان كنا نعم من اجمل طبعا من اجمل انواع المربى، بس عايزه اقول لك ان مش كل الناس عارفاها. ميرسي يا استاذ حمدي. والله دلوقتي جه ميعاد المهلبيه، كنا حطينا في الخلاط اللبن، السكر او العسل، حطينا التمر، حطينا القرفه، حطينا النشا والكريم شانتيه الخام، ضربتهم كويس جدا في المضرب، ودلوقتي جه الوقت ان انا احطهم كلهم مع بعض في حله وارفعهم على النار علشان يبدا او تبدا المهلبيه معانا ان هي تتماسك وتاخد القوام المطلوب او المتعارف عليه. انا بصراحه كنت حاطه الحله تسخن، فبينا بقى نحطها على النار. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تقليب بقى نشا، لازم طالما حاجة فيها نشا يبقى تقليب بصفة دايمة علشان ما يكتلش معانا والمهلبية تطلع كده ايه، انسيابية وكريمية جدا. عايز اقول لكم برضو من المهلبيات التحفة، يعني الاطفال بقى فيما فوق السنة اديهم المهلبية دي هتبقى حلوة قوي ليهم، مغذية جدا. يبقى عندنا كده المربى
على النار، خلاص قربت، والمهلبية كمان تقليب على طول. انا محتاجة دلوقتي المربى احط لها السمسم واطفي عليها، ما خدتش خالص وقت خالص خالص، لان كمان البلح الاسود من الحاجات اللي ما فيهاش نسبه ميه عاليه، فما بيخرش ميه بقى ويفضل يتسبك فتره والكلام ده كله. عشان كده حطينا ميه في بدايه الوصفه، وحطينا مع السكر شويه ميه. بصوا الجمال، خلاص كده احنا مش محتاجين اكتر من كده. عايزه تفرميها بقى وتبقى بيوريه، تعمليها سبريد كده للولاد في السندوتشات براحتك، عايزه تسيبيها زي ما هي كده، انا افضل ان انا اسيبها كده شكلها حلو قوي، وتحطيها في السندوتشات زي ما انت عايزه. هنحط السمسم المحمص زي ما اتفقنا، السمسم محمص. ولو مش حابه سمسم حطي مكسرات برده، هتبقى نتيجتها هايله قوي قوي قوي. خلاص كده المربى بقت جاهزه معانا، عايزين نرفعها بقى من على النار، بس لازم ندي تقليبه كده للمهلبيه بتاعتنا. يلا نرفع بقى، يلا الحمد لله. اول وصفه ومعانا الحاجه ندي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا روح قلبي، اخبارك؟ وحشاني كتير والله. يا روح قلبي انت وحشانه اكتر، عامله ايه وصحتك اخبارها ايه؟ خلصت جديد القهوه والله، ربنا يكرمك يا روح قلبي. ايديكي حلقه جميله النهارده، انا عندي سكر بس باكل منه بسيط. بسيط صراحة. بسيط، مش هيعمل حاجه ان شاء الله، يعني سكره عالي شويه. هو سكره عالي بس هو سكره مش مضر، بس ناكل منه كميات قليله. ووصفات جميله ما شاء الله، اول مره اشوف المهلبيه بتاعت البلح بجد. طب يلا جميلة، جربيها لاحفادك بقى. تسلم ايديكي، ربنا يخليكوا لينا، ولا يا رب يغيبكوا عن الدنيا حبيبي، والف رحمه ونور على الشيف اسامه، لان انا كنت من متابعينه كلنا والله. ربنا يخليكوا لينا وما يحرمنا منكوا ابدا. امين يا رب حبيبي، والف رحمه عليه يا رب، وربنا يخليكي يا شيف فاطمه كده وتنوري الدنيا كلها. تسلمي لي يا روحي، تسلمي لي، نورتينا واسعدتينا باتصالك، يومك سعاده يا رب. المهلبيه بدات تربط معانا اهي، واخدين بالكم؟ بصوا مكوناتها كلها يعني مغذيه ولذيذه جدا، عسل وتمر ولبن، مفيش احلى من كده في الدنيا بصراحه يعني. فهتدوها للولاد كده وانتم مطمنين وحاسين انتم بتديلهم حاجه حلوه قوي. عايزه تضيفي فيها مكسرات براحتك، عايزه تعملي فيها حاجه تانية تحطي فيها زي ما قلنا بدل القرفه فانيليا، ده يرجع ليكي انت. انا كده خلاص المهلبيه ربطت والدنيا بقت 10 على 10. بصوا معايا اهي القوام، بصوا تحفه. نشيل من على النار وعلى طول، ما ينفعش المهلبيه تتساب تبرد، لازم تتغرف في الكوبايات او في الاطباق على حسب هتغرفيها في ايه وهي سخنه، علشان تاخد كده الشكل بتاعها وتتظبط في الكوبايات بتاعتنا. مغرفه بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. مضايقاكوا في حاجه قولوا لي. ايه دي المهلبيه، عيوني، احنا ممكن نعمل عجان كده شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونطلع كده شويه. ظهرت زي الفل. عايزين نجيب مناديل ننظف الدنيا. زي الفل كده خلصنا. خلاص احنا عندنا جرنش للمهلبية. اه
خلاص تمام. هنشيل بقى المهلبيه دلوقتي، طبعا احنا لسه هنجرنشها، نحط لها بقى مكسرات، نحط لها انصاص بلح زي ما احنا عايزين. اظبط بس كده الوش ده كمان بس كده، ويلا بينا نشيل بقى الكاسات بتاعه المهلبيه ونبتدي نشوف هنعمل ايه تاني. وصفتنا اللي جايه وصفه مميزه، مميزه جدا، هتنفعك جدا كمان في اللانش بوكس. كتير من الولاد بيحبوا الفطاير او السندوتشات اللي بالعجوه، فالنهارده هنعملها بالبلح الاسود. خليهم دلوقتي وبعدين نظبطهم. تعالوا بينا بقى نشوف فطايرنا النهارده. تسموها فطاير، تسموها سندوتشات العجوه، براحتكم خالص. مقاديرنا هتكون 4 كوبايات من الدقيق، والدقيق معانا دقيق مخبوزات، دقيق المخبوزات اللي هو بيبقى ممكن برضو دقيق البيتزا ينفع، يعني عندنا نوعين، دقيق بيتزا او دقيق مخبوزات. 4 معالق كبار من اللبن بودر، نص كوبايه زيت، عندنا كمان نص كوبايه من الزبادي، ابيض بيضه، وهنخلي الصفار هنحتاجه في الدهن، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقه كبيره من البيكنج باودر، وكمان معلقه كبيره من السكر، رشه ملح بسيطه، وميه دافيه نعجن بيها العجينه. اما الحشوه معانا هتكون كيلو من البلح اللي هو الرطب، البلح الاسود متقشر طبعا، مغسول ومتقشر ومنزوع النوى، 2 كبار من السمنه. الوش بقى بتاع الفطاير بتاعتنا النهارده هندهنه بصفار البيضه اللي احنا حجزناها من المقادير، مع رشة قهوة سريعة الذوبان وشوية مية صغيرين، ونحتاج سمسم علشان الوش. وتعالوا بينا يلا نشتغل، يلا بينا نعجن كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عجينة هشة جدا ونتيجتها هايلة جدا جدا. هنبتدي ناخد الدقيق اللي احنا نخلينه، لازم ننخله كويس، دقيق زي ما قلنا دقيق مخبوزات، ونحطه في العجان. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ما فيش عجان بنعجن بإيدينا، والله العجينة بتطلع هايلة. هحط معاه الحليب البودر اللي هيدي طعم غني وجميل جدا جدا للفطاير. ما ننساش معلقه كبيره من البيكنج باودر، هتساعد كمان ان الفطاير تبقى هشه اكتر لما تدخل الفرن. هحط الخميره، ولازم نكون متاكدين من مدى فعاليتها، معاها السكر، ونحط حوالي نص معلقه صغيره من الملح. وبكده نكون حطينا كل المكونات الجافة اللي عندنا، دقيق، لبن بودر، بيكنج بودر، وخميرة، وسكر، وملح. نبتدي نقلبهم مع بعض. خلصنا، قلبناهم مع بعض، خلطنا كل المكونات اللي احنا حطيناها مع بعض كويس قوي. زي ما اتفقنا عندنا نص كوب معياري، ممكن علبة زبادي، تمام، علبة زبادي اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت العادية، بياض البيضة، تمام. يبقى حطينا علبة زبادي، حطينا بياض البيضة اللي احنا كنا حجزنا اخدنا الصفار عشان نحطه على الوش، والبياض دخلناه في العجينة لانه بيدي نتيجة مميزة جدا. هحط كمان نص كوباية الزيت. يبقى كده بعد ما قلبت المواد الجافة حطيت المواد السايلة، وهبتدي اعجن بقى وانا معايا كوباية مية دافية في ايديا انزل بيها تدريجيا. يلا بينا.
عايزه اوريكم شكل العجينه، وعايزه اقول لكم ان هي اخذت كوبايه ميه بالظبط. تمام، بصوا العجينه حلوه قوي، بس لسه بتلزق، لسه مخرزه، لسه محتاجه عجن شويه حلوين. تمام، فهنسيبها تتعجن حبه حلوين، وتعالوا بينا نعمل الحشوه. والحشوه كانت كيلو من البلح ومعلقتين من السمنه على النار، وفي طاسه على النار بحط السمنه وننزل بقى البلح ونبتدي نسويه على النار. تمام، لغايه ما كل السوائل اللي موجوده فيه تتبخر ومبقاش فيه اي ميه ولا اي رطوبه علشان ما يبوظش معانا العجينه. عايز اقول لكم ان دي اهالينا مين انا باكلها دلوقتي، ولادي بيحبوها جدا جدا، من افضل الحاجات اللي انا بحبها والولاد بيحبوها عندي، هو البلح بالسمنه، تحفه، لذيذ جدا جدا. اي حد حابب ان هو يزيد في الوزن شويه بسرعه ياكل سندوتشات بلح بالسمنه، هي طعمها بيبقى حلو قوي ومغذيه جدا جدا. هنفضل نقلب بقى، نخلي بالنا من حاجه ان هو بيتلسع بسرعه، فهنقعد نقلب البلح من وقت للتاني لغايه ما البخار او السوائل اللي موجوده فيه تتبخر، علشان لما احشي بيه المعجنات ما ينزلش سوائل على العجينه فيبوظها معانا. تمام، احنا دلوقتي هنقدر نطلع فاصل صغير خالص، هخلص فيه الحشوه، هقلبها على النار لغايه ما خلاص يبقى ما فيهاش اي سوائل، واشيله وكون العجينه كمان جهزت عشان نعمل احلى فطاير. اوعى تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، عجننا العجينه والحشوه خلاص شلناها من على النار بعد ما خلاص البلح استوى وهرسناه كده، واحنا حاطينه على النار زي ما انتم شايفين قدامنا اهو زي الفل. بهويه بقى شويه علشان يطلع البخار عشان اقدر ان انا احشي بيه الفطاير بتاعتنا. بصوا جاهز معانا اهو زي الفل، حضرت طبق غويط علشان احط فيه العجينه اللي اتعجنت، ودهنتها او دهنت البوله كده بالزيت. تمام، هحط العجينه كده وارجع كده علشان تبقى اتدهنت كمان من على الوش بالزيت، نغطيها ونحطها بقى في مكان دافي علشان تخمر ويتضاعف حجمها قبل ما نبدا نشتغل فيها. لو الجو برد فاسهل حاجه ان احنا نعملها ان احنا نحط العجينه بتاعتنا في فرن يكون اشتغل كده 5 دقايق بالظبط وطفيناه، ونغطيها كويس قوي بفوطه من بره العجينه بالطبق بتاعها كده، ونحطها في الفرن علشان تبتدي تخمر ويتضاعف حجمها. خلاص عجننا، عملنا الحشوه، ونسيبها تخمر، وبعد ما تخمر تعالوا بينا نشوف بقى هنعمل ايه. ادي إيه العجينه بتاعتنا خمرت، وبعد ما خمرت شكلتها كور متساويه بالشكل ده. هنقطعها كل كوره قد التانيه بالظبط على حسب انت عايزه الفطيره قد ايه او الساندوتش قد ايه. تمام، بينا بقى نشتغل، وهجيب معلقه كده للحشوه. لازم الحشوه تتهوى خالص، تطلع كل البخار اللي فيها وتبرد. وعندي دقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، ونجيب كمان صاج، نولع الفرن علشان يسخن كويس، احط نقطة زيت هنا وابتدي اوزعها. ما تكتريش زيت، كتر الزيت تحت العجين بيخليه مش حلو. تمام، فيا دوبك نقطة وتتوزع كويس، وبكده الصاج بتاعنا جاهز. تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل ايه وهنشكل العجينه بتاعتنا ازاي.
بس تعالوا قبل ما نشكل وعلى بال ما الحشوه تبرد معانا شويه تتهوى كده، عندي مشكلين شويه ومخمرينهم، تعالوا بينا نخبزهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا معايا كده، انا في حاجه مضايقاكم، اللي مضايقكم قولوا لي عشان هي كل حاجه تبقى واضحه. عينيا حاضر. بصوا كده كده تمام. طيب كده السندوتشات بتاعتنا خمرانه والدنيا زي الفل. طيب فاضل معايا خليط الدهن، تعالوا بينا بقى ناخد مع بعض كده القهوه سريعه الذوبان، لازم ادوبها ممكن في شويه ميه صغيرين خالص او شويه لبن. وما اتاكد ان القهوه دابت، احط صفار البيضه اللي احنا كنا حاجزينه من العجينه، كنا خدنا البياض بس. وناخد مدام مشيره على التليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا جشيش، رائعه بصراحه النهارده. ربنا يعزك يا روح قلبي، ربنا يكرمك. رائعه والله، اسلمي لي يا روح. تحرمش مني. قولي لحضرتك، هو انا لو انا عندي اجيب كميه بلح وممكن اخزنه عشان الشتاء؟ اه طبعا، لو حبيت اخزنه للشتاء عشان اعمل فطاير. ايوه. اخزنه ازاي؟ هقول لك عيوني. حاضر. دي حاجه. والحاجه الثانيه، هو البلح الاسود ده لما يتعمل مربى زي البلح الثماني ولا لا؟ مختلف طبعا. مختلف اه طبعا. بلح السماني بتفضل كده نقول ايه، جامد شويه، ده بيبقى طري خالص، يبقى اسهل في الصناعه يعني. جدا جدا، يبقى اسهل من الثاني، ما بياخدش وقت على خالص خالص، ما اخدش وطلع معانا بصي تحفه ما شاء يعني الله. يعني انا ممكن اجيب كميه بلح دلوقتي واعمل مربى والباقي اخزنه؟ اه طبعا. طب اخزنه ازاي لو سمحت؟ هقول لك عينيا الاثنين. نورتينا يا مدام مشيرة، عينيا ليكي. حاضر هقولك حالا. عفوا، أنا الأول كده بدهن الفطاير بتاعتنا. طيب تخزين البلح الأسود، البلح الأسود ينفع أخزنه عجوة زي اللي احنا عملناها كده بالظبط، عشان لو هستخدمها في حشو الفطاير يبقى على النار مع زبدة أو سمنة لغاية ما نتخلص من كل السوائل اللي فيه، واسيبه يبرد وفي اكياس واعبيه، اطلع منها الهواء واشيل في الفريزر. دي طريقه. طب طريقه تانية، انا محتاجه اشيله زي ما هو، هطلعه اعمله مربى، هطلعه اعمله عصير، هطلعه اعمله مهلبيه، فتقدري تخزنيه زي ما هو. ازاي بقى؟ ان انت بتجيبي التمر يكون ايه يعني ماسك نفسه، مش مهري قوي، تمام، وبعدين تغسليه كويس، تصفيه كويس قوي، وتبتدي برضو تعبي في اكياس، تفرغي منها الهواء وتشيلي في الفريزر. كل ما تحتاجي طلعي كيس يفك واشتغلي بيه على طول، حتى من غير ما تشيلي منه القشره ولا النوى. عايزه تشيلي منه القشر برضه هيبقى سهل معاكي ولذيذ جدا. يبقى ينفع يتقشر ويتشال البذر بتاعه ويتشال، وينفع يتشال بقشره وبذره زي ما هو، وينفع ان انا اعمله عجوه بالشكل ده واشيله، فليكي مطلق الحريه انت عايزه تعملي فيه ايه. كده الصاج جهز معانا، يلا بينا على الفرن على طول، ندخل على اعلى درجه حراره والرف اقرب للارضيه. هروح انزل بس الرف. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلنا الرف على اول رف او اول مكان في الرف، وهدخل فرننا سخن جدا لازم قبل ما نخبز. ونقفل وبينا نشوف بقى احنا شكلنا ازاي. بدايه كده هدي رشه دقيق، شوف بس هنا. رشه دقيق بسيطه، واخد كوره من اللي انا كورتها وارتاحت عشان اقدر ان انا افردها، وابتدي هفردها بالشكل ده، وابتدي اخد بقى من الخلطه او من العجوه اللي احنا عملناه. يفضل انها يكون بردت تماما، تمام، واحط كده وابتدي اقفل بقى. بصوا شايفين كده، واعمله على شكل الساندوتش بالشكل ده. فاكرين تشكيل البتيبان؟ هو بالظبط كده اهو، بصوا معايا كده، هايل.
القفله بقى اللي تحت دي، دي كده المنظر ده، هنبتدي نعمله كده، وبعدين لما اجي احط الفطاير اخلي القفل ده تحت عشان ما يبقاش شكله وحش لا في الجنب ولا فوق ولا الكلام ده كله اهو. تمام، نعمل واحده كمان. يلا تعفيره دقيقه، تعفيره بسيطه من الدقيق، وابتدي ان انا افرد، وفرده بسيطه برضو مش محتاجين قوي. ناخد جزء كده من الحشوه ونحطها، سهله وطعمه جدا كمان، احلى من العجوه. ونبتدي نقفل، ونقفل كده على التمر، بعدين اعمل رول واروح مقفله الارضيه كده. تمام، واروح حاطه الساندوتش كده او الفطيره كده، واسيب مسافه ومساحه ما بين كل واحده والتانيه لانها لسه هتكبر وتعلى وعشان ما يلزقوش في بعض. ومعانا ميرنا. الو الو ميرنا. الو، ازيك؟ اهلا وسهلا، ازيك يا شيف؟ ازيك يا روح قلبي، عامله ايه؟ بخير الحمد لله. يا رب دايما بخير. وانتي طيبه يا روح قلبي، منوراني. كنت عاوزه اسال على طريقه عمل القلقاس. القلقاس خلاص معانا ان شاء الله، القلقاس يوم السبت. لو محتاجه ضروري انزل لك على طول المقادير. ها قولي لي. ان شاء الله. خلاص اتفقنا. شكرا. نورتيني يا روح قلبي، نورتيني. نعمل القلقاس يوم السبت، اتفقنا يا ريهام؟ ان شاء الله وعليكم خير. اظن الموضوع بقى سهل خالص خالص خالص. نعمل واحده كمان ونبقى كده خلاص التشكيل ما فيهوش اي مشكله. وناخد ام شريف. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا روح قلبي، عامله ايه؟ تسلم ايدك على وقفتك وعلى كل حاجه بتعمليها. تسلمي لي يا رب. وعايزه اعزيكي وبعزي حبيبتي الشعب مصر كله. اكيد. وبعزي نفسي لابن من ابنائها المحترمين، ربنا كده يرحمه ويحفظه بالمأوى البرد. امين. وهو اختاره وحبه وخده يزين دي جنته. حبيبتي حبيبتي تسلمي لي. اللهم اتركني اللي يسمعني يامن على دعائي بالله عليك. تفضل. هو يستاهل. اكيد. اللهم انس وحدته وانس وحدته واغسله بالمأوى البرد والثلج. واخلفه دارا خيرا من دارا، واجعل قبره روضه من رياض الجنه. آمين. اللهم اعفيه واعف عنه واغفر له وارجعه للفردوس الاعلى. هو يستاهل كل خير، كان بيعاني وتعبان وكان بينزل يشتغل ما كانش بيتكلم، هو راح لحبيبه الشيف قدري، ربنا يصبر اهله ويصبرنا. امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب. ربنا يتقبل دعواتك يا حبيبتي، نورتينا يا ام شريف والله، نورتينا يا روح قلبي. بينا بقى احنا بعد ما خلصنا الفطاير هنجيب مشرط او موز طبعا نظيف جدا، نبتدي نعمل فتحات كده. تمام، وبعدين نسيب الفطاير بتاعتنا تخمر ويتضاعف حجمها، وبعد كده نسويها زي ما عملنا اهو بالشكل ده. هنسيبها شويه بقى تلاقي التفتيحات دي فتحت اكتر وادتنا شكل حلو قوي. انا عايزه اخد بقى الصاج ده كمان، ده خمران، عشان ادهنه ونرشه بقى بالسمسم. اللي فات اللي دخل ده ما ترشش سمسم، ده هنعمله وندهنه بنفس الخليط اللي احنا عملناه، كان صفار البيضه مع القهوه سريعه الذوبان، ونديله رشه بسيطه كده من السمسم على الوش، وندخله الفرن زي ما اتفقنا على درجه حراره 220 على الرف الاقرب للارضيه لغايه ما يستوي ويتحمر فوق وتحت، ما بياخدش 10 دقائق وبيطلع على طول. يا خبر، ده احنا محتاجين نبص على اللي في الفرن. هايل ما شاء الله. بص لسه عايز يا دوبك دقيقه واحده بس. اللون حلو قوي، لون القهوه مع الصفار البيض مدينا لون ما شاء الله الله اكبر فظيع. اهم حاجه ندهن كويس والجوانب ونرش سمسم. ايه رايكم بقى؟ نطلع فاصل صغير خالص ونرجع على طول نشوف الفطاير بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه تاني. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم.
ورجعنا لكم تاني وخلصنا الفطاير بتاعتنا وسويناها ما شاء الله، طالعه هايله جدا جدا وطريه ولذيذه، شايفين لونها يا خبر على الجمال، تحفه تحفه تحفه، لازم تجربوها ان شاء الله. بينا بقى نعمل اخر وصفه النهارده بالبلح الاسود او الرطب. هنعمل ايه؟ هنعمل عصير، والعصير ده لذيذ جدا لو الولاد اخدوه قبل ما يروحوا المدرسه، فهم كده خلاص اكتفوا مش محتاجين حاجه تاني. بينا بقى نشوف مكونات العصير ايه، ومكوناته سهله جدا جدا. زي ما قلنا عندنا كوبايه ونص من التمر، هنحتاج التمر طبعا هنغسله ونقشره ونشيل النوايا، 3 كوبايات من الحليب، معلقتين كبار من العسل الابيض، نقدر نستبدلهم بالسكر زي ما تحبوا او زي المتوفر عندنا في البيت، ونص معلقه صغيره من الفانيليا السايله، بس كده مش محتاجين حاجه. عايزه تضيفي قيمه غذائيه اكتر، يلا لو عندك بقى عين جمل ممكن تحطيها مع العصير ده، فمش قادره اقول لك بقى على كميه الباور اللي هياخدوه وكمان كم الفيتامينات اللي هياخدوها. تعالوا بينا كده نسمي بسم الله ونحط المكونات بتاعتنا. ادي الحليب، هضيف التمر، بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام بقى لو التمر ده في الفريزر ومتشال بقى في الفريزر كده وهو متشال النوايا بتاعته والقشره، ونطلعه نحطه في اللبن ونضربه، هيبقى العصير بقى ساقع كده وحلو قوي. يبقى التمر والعسل، وزي ما اتفقنا احنا ما بنحتاجش ولا عسل كتير او سكر كتير، ما بنحتاجش خالص، لان اللبن اصلا بطبيعته طعمه حلو مش محتاج يتسكر قوي، وكمان البلح مسكر فما بنحتاجش كميه كبيره من السكريات. هنحط بقى الفانيليا السايله اللي هتخلي طعم العصير حلو قوي، ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بس خلصنا، تعالوا بينا بقى نصب العصير الجميل ده. وعلى فكرة في رمضان هيبقى وهمي، ولا نحتاج بقى نقعد نبل التمر ونخليه يتبل كده علشان يطرى ونرجع بعد كده نضربه، نقدر نخزن بقى البلح الأسود لرمضان ونعمل العصير ده للفطار. ربنا يا رب يبلغنا جميعا رمضان. يلا بينا نصب العصير. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة ولا أحلى ولا أسهل ولا أفيد، الموضوع لذيذ جدا جدا. وصفاتنا النهاردة كانت لذيذة ومميزة ومفيدة، يعني مش لذيذة بس، لا ومفيدة، ودي أهم حاجة بصراحة. عينيا الاثنين، حاضر حاضر. طيب أنا بس عشان ما نوقعش العصير هنا كده كويس، ولا عايزين ايه قولولي؟ طيب زي الفل. عايزين قدام شويه كمان؟ تمام. تعالوا بينا بقى بسم الله الرحمن الرحيم نشيل. دايما لما بنعمل معجنات يفضل ان انا اسيبها ترتاح خالص على الصاج وتبرد قبل ما ابتدي ان انا احركها من مكانها عشان تطلع معايا بسهوله. حاجه كمان، والله مش محتاجه تتغطى ولا حاجه، الفطاير طالعه طريه جدا جدا، انك انت تقدري تغطيها فوطه بعد ما تطلع من الفرن علشان تبتدي تطرى معانا والوش بتاعها ما يبقاش ناشف. بس انا عايزه اقول لكم ان الفطاير وهميه طريه جدا باينه معانا خالص اهي. تعالوا بينا نطلعها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا التسويه كمان من تحت، ما شاء الله لا قوه الا بالله. يلا، ولا الريحة بقى يا جماعة، الريحة حكاية.
تسوية ممتازة من الأرضية ومن فوق. عايزة أوريكم كمان من جوة إيه الأخبار. تعالوا نفتح دي، بصوا كده معايا العجينة نفسها اللي احنا عاملينها النهاردة، عجينة مميزة جدا جدا، تستخدم حلو وتستخدم حادق فتحفة ما شاء الله. بصوا بقى، بصوا الفطاير من جوة، البلح جواها، بصوا شايفين، بصوا كده تحفة. العجينة هشة جدا جدا ما شاء الله بجد، تيت تيت كده، بصوا جمال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بجد تحفة، لازم تجربوها إن شاء الله. زي ما اتفقنا الفطاير بتاعتنا الجميلة دي ينفع تديها للولاد في اللانش بوكس في المدرسة، هيبقى سندوتش كده ولا هيوقع ولا هيسقط ولا هيلزقوا نفسهم ولا أي حاجة خالص، الحشوة جوه مقفول عليها فمميزة جدا جدا. هتريحك كتير، تقدري انك انت تعمليها وتفرزيها في الفريزر، وطريقه تفريز المعجنات المستويه قلناها كتير، انك انت بعد ما المعجنات بتاعتك بتبرد تماما وانت مغطيها بفوطه نظيفه علشان ما تتعرضش للهواء وتنشف، بتبتدي انك انت تحطيها في اكياس او في علب فريزر على قد بقى الاستخدام بتاعك، وتشيليها في الفريزر وتطلعي منها من بالليل كده تحطي في اللونش بوكس، الولد او البنت هياخدوهم معاهم مدرسه، مش محتاج تسخين، مش محتاج اي حاجه خالص. تمام، حاضر هنينا. وبكده نكون ايه، وفرنا وقت ومجهود كل يوم نعمل ايه للولاد في المدرسه. تسلم وتعيش، ميرسي يا استاذ حمدي. كده حلقتنا النهارده خلصت، كانت حلقة مميزة، استخدمنا فيها البلح الأسود أو الرطب، قلنا فوائده، عرفنا أنه هو قد إيه مهم لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بيه، فالموضوع كبير لازم ندخله في البيت، لازم نعمل بيه وصفات متعددة وناكلها بألف هنا وشفا. إحنا عملنا بيه النهاردة، عملنا مهلبية التمر ودي لذيذة جدا، الأطفال الصغيرين كمان هتعجبهم قوي وهتغذيهم جدا جدا. كمان عملنا المربى، شايفين المربى وجمالها، بجد تحفة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شكل السمسم عليها وهمي، وزي ما قلتلك لو مش حابة سمسم حابة تحطي مكسرات متوفرة عندك، أي حاجة هتحطيها لازم تكون متحمصة، سمسم محمص أو أي نوع مكسرات بتفضليه مش مملح ويكون محمص. دي كده المربى. كمان عملنا الفطاير اللذيذة الشهية جدا دي، سهلة وبسيطة وينفع زي ما قلنا ان احنا ناخدها في الفطار مع كوباية شاي او نديها للولاد في اللانش بوكس، تنفع كمان جوع نص الليل ونبقى محتاجين ناكل حاجة مسكرة، فمفيش احلى من كده. عملنا كمان النهاردة العصير بالتمر، عصير مميز جدا جدا، قلنا ازاي كمان ان احنا نفرز التمر او البلح الاسود ده، كلنا بنحتاج في رمضان نعمل العصير، خاصة العصير ده بالذات يعني العصير مميزة جدا في رمضان، فلو جبنا دلوقتي أوان البلح، لو جبناه غسلناه قشرناه وشلنا النوايا وحطيناه في أكياس وفرغنا منها الهواء وشلناه في الفريزر على قد العصر أو على قد درق العصير اللي احنا أو الكمية اللي احنا بنحتاجها، وتشيلي لما تيجي تعصريها تطلعي الكيس على شويه اللبن على معلقه عسل وتضربيهم بألف هنا وشفا، فهيبقى الموضوع بالنسبه لك سهل جدا جدا وتوفير قوي للوقت. اتمنى ان حلقه النهارده تكون نالت اعجابكم، هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم اللي دايما بتساعدنا على بتجي العزومه، وكنت معاكم فاطمه بوحاتي، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.